السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كي داير الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان. رمضان مبارك على الإخوان جميعا، والشكر الجزيل. هذه أول حاجة كنشكر الناس اللي اتصلت بيا البارح وساندتني في هذا المرض اللي أصيبني بهذا المشكل اللي عندي في الذكورة. الله يرحم لكم الوالدين جميعا، لا الناس ديال المغرب ولا الناس ديال الخارج ولا الناس ديال أوروبا. الشكر موصول والشكر جزيل، وعواشركم مبروك الخوت. الله يرحم الوالدين جميعا. يعني مزيان ملي كيكون مثلا شي واحد عنده شي مشكل وكيحس بان بنادم راه واقف معاه كيعاونو، هذا كيعيط ليه تيقول لي لا راه عندك هذا المرض، هذا عندك هذا المرض، هذا يعني كتجمع ديك الاراء، كتجمع ديك الاراء، ويعني ضروري ما كتخرج بواحد النتيجه. حيت في اخر المطاف، اخر المطاف حنا ما نكذبوش على الله، هذا اللي قال لك هذا هو اللي كدير انت. حيت من طبيعه الحال ما هي شخصية انه بنادم تيكون مستقل بذاته، ما هي مستقل بذاته، يعني راه من الضروري انه يسمع، والتواضع انه يسمع ويعرف هذا وهذا. في اخر المطاف كيخرج بواحد النتيجة، واحد زائد واحد تساوي اثنان، لان ديك واحد زائد واحد عطاها لي واحد اخر، انت كدير تساوي اثنان، وديك تساوي اثنان كتخرج عاوتاني من داكشي اللي عطاك الاخر. وكيف كنقول لكم باش ما نطولش عليكم، شكرا جزيلا والحمد لله. كيف ما كان الحال الحمد لله، حنا غادي مولعين وصافي. طلعنا دابا طلينا الخوت على الحميمات، يعني راه القضيه في الطاجيه هانتوما كيف كتلاحظوا. انا اكسبري حليت الباب الخوت، سمحوا لي راه النيطواياج هنا ما منيطواياش، لان تكون عندك غير 20 حمامه وتكون سد عليها وتخرجها للكولوار، راه ما تقوليش دير ليها الكوش ولا شي حاجه. 20 حمامه راه ضروري ما غادي تحط لك داك. انا يلاه جيت من الخدمه في الصباح نعست، فقت مشيت للجامعه، يلاه طلعت دابا راه باقي ماكله وما والو. ها شنو باغي نعطيهم، ها شنو مطلع الخوت، شنو باغي نعطيهم؟ ها انت مطلع عليهم ديك فورم ويل بلس ديال فيرسيل لاغازيت والانتروباك والاخر، وهذا شنو سميتو، وبالغازول. هادشي اللي مطلع عليهم، يعني راه ضروري ما غادي يكون حشاكم داك البزق يكون في الكولوار. باش ما يكونش واحد يتناقض يقول لك لا حقا ما كتنيطوايش، راه ما دايرش ليهم الكوش. ها والقضيه في الطاقيه، دابا راه غادي نطلقوهم اوبليجي، غادي نطلقو الحمام غادي يطير، هادي ضروري من الضروريات، غيطير ان شاء الله الحمام. وغادي نقول لكم شنو الوجبه اللي غادي نعطيهم ان شاء الله. ولات القضيه في الطاقيه، هادو تا هما خصهم يحنجروا. هانتوما شوف فين واقفين. هادشي هذا خصني نتخلص من بزاف د الحمامات هنا، خصني نحيدهم بزاف د الحمامات. بحال هاد الشنبور هذا هو ما عمرو خرج، خصني نحيدو داك الشنبور راه، ودير لي باك ديال الاتحاد السلاوي داك الطوبي راه هو، والجوزه زوينه هذاك الطوبي فينا واش كيبان ولا ما كيبانش، خصني نحيدو. خصني بزاف ديال الحمامات هنا خصني نقصهم على ود الماكله، راه تتولي. وشوف الحمام تبارك الله، انت هو الذكر هذا ما كيلعبش، هذا كان شريف شي مطلق وكان جاني، هذا هو اللي كان جا فيه خيط، ما مريض ما والو، ما فيه حتى لعبه. ها الخوت حنا دابا دخلنا، ها الحميمات اللي باقيين. انا راه بحال اللي بان لي القضيه كتحسن على ما يبدو، الله اعلم. حنا غادي نخرجوا الحميمات. شوف داك الوردي مسكينه كان كيجي نشيط، راه عنده هو السابع في المطلق الاول. شوف مسكين كي ولا مضيوم، والله الا مضيوم. شوف الوردي مسكين مضيوم، هذاك الدفلي راه هو فمو بحال الا مضروب بالصرفيقه، الاخر ما نهضروش عليه. غنطلقوهم يطيروا شويه يحركوا، ونخلطوا لهم غنخلط لهم الماكله هو الاول باش يهبطوا ياكلوا، باش يهبطوا يلقاو الماكله ديالو. شوف هذا، شوف ما عادت لهم القطران، درت لهم القطران. انا نزوم عليكم، واحد راه من الفوق لهنا عس مسكينه، عندي بحال الحيوانات بحال قضية السبوعة. شتو راهو ناعس بحال كتلقى دوك، كتمشي للحديقة كتلقى شي سبع، كتمشي للحديقة مثلا بلاصة ديال القرودة، ولا كتلقى شي القرودة هما بحالهم هادو خارجين، القرودة هما هادو خارجين، وكتلقى شي قرد معزول.
كتلقى شي قاقد معزول طايح عليه الضيم مسكين ليه معزول بوحدو ها كيفكره بحالو بحال هاد الشكل هذا. شوف مسكين هذاك شوف شوف راهو واحد نتوا دخلات معاه مشكلة. فما علينا نتمناو الخير هادشي اللي كاين واحد فمو تا هو كيولا يلا يدير التاول ديال الخير. نخلطو لهم بعدا ما ياكلو هو الاول. ما خرجوا ليا جوج خرجوا ليا جوج خرجت ليا نتوا ودكا هاد نتوا دي مبيضه هنا عرفتي شنو باغيني ياكلو. نخلطو لهم الماكله هي الاولى الاخوان عاد خلطوا لهم الماكله هي الاولى ان شاء الله. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا وتحياتي لكم جميعا الاخوان جميعا وجميعا. ها اليوم شنو باغي نقول لهم الماكله غادي نعطيو ماكله سبور الخوت الماكله سبور ان شاء الله ونتعلموا في ريوسنا. بالنسبه للاكل وهذا غنجيبوا ديك الملعقه السحريه يا الماكله اصلا ديال برا هذه ماشي ديالنا حنايا حنا ما عندناش بحال هاد الحبوب ما عندناش هذه ماكله ديال برا الماكله ديال برا حتى هي راه قربت سالي. عندي قول لهم هاد الزيوت زيوت وندير لهم الأنترو بعد الخوت. يلا خليكم معنا الخوت خليكم معنا حنا نوجدو هذا باش ما نطولوش في الفيديو. دابا الاكله راه واجده الخوت والماء غادي نعطيهم هذا بالكاسول في الماء ان شاء الله. دابا نطلقوا الذكور يحركوا شويه ياكلوا ولا من الاحسن من الاحسن ما نطلقوش الذكور هما الاولى نطلقوا الاناث. علاش؟ لان الذكور فيهم المرض ياك كيف كنقولوا الذكور فيهم المرض. ندخلوا هاد السحمي هذا دخل 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 ها فيه ودخل لان الذكور كيف قلنا فيهم المرض الخوت يقدروا يبداو ياكلوا ديك الماكله تقدر يهزوها ياك يديروا فيهم داك اللعاب ديالهم غياكلوهاش غيجيو نتاو باش يكملوا على ديك الماكله وغادي يهزوا المرض. اللهم ندخلوا الذكور للشجنه نطلقوا الاناث هما الاولين. هذا هذا هو هادشي اللي قال لي عقلي. ندخلوا الذكور يدخلوا بحالهم ندخلوا 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 من الشجنه غنطلقوا الاناث يطيروا هما الاولين وياكلوا هما الاولين. نتمنوا الاناث ما يكونوش مقيوسين. دخل وليدي دخل دخل يلا دخلوا دخلوا البساله لا دخلوا في الله يرضي عليكم دخلوا دخلوا الحمد لله يا ربي جبتي سير يا ربي جبتي سير لينا وللجميع ان شاء الله. يلا وليدي يلا دخل دخل وليدي دخل زيد انت زيد زيد اصاحبي دخل زيد زيد سمحوا لنا الخوت الله يرحم الوالدين على هاد الصوار. زيد 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 دخل دخل يلا ها القضية دابا مزيانة دابا القضية مزيانة. دابا نطلقوا الإناث هانتوما كيف كتلاحظوا الإناث راه حيت ما عندنا داكشي كتير عندنا داكشي قليل. يا ربي يا ربي بعد لنا هاد المرض يا ربي وعلى جميع المسلمين ماشي غير أنا بغيت كل شيء. حتى واحد ما بغيت ليه مرض ليه الحمام حتى واحد ما بغيت يتقاص ليه الحمام. يا ربي يا ربي هاي البكرائية نبقى نقول لها البكرائية هاي تبارك الله شتوها
الله تنشدها توحشتها. العيون يطلع ليا في راسي، ماشي يطلع ليا في راسي بمعنى يطلع ليا في راسي، يعني العيون ديما كنشوف فيه. هي توحشنا انت وتوحشناها. خرجوا هاد البركه هي انت وهي هادي. فين هي؟ فين هي؟ فين راهي؟ هي اللي ملي هي هذيك الوسطانيه، الوسطانيه هي هذيك انت. اللهم بارك ان شاء الله دابا نلاقيوها. خرجوا دابا هادي يحركوا شويه. وردوا البال غتهبط بكره، هي اللي غتهبط الاولى هي والذكر. الذكر اذا ما مشاش للبحر غادي يهود. يلا خرجوا وليداتي، خرجوا خرجوا. شوف خرجوا خرجوا. هذا ما بغاش يخرج الذكر. الذكر ما بغاش يخرج، ما غاديش نبزز عليه. حنا دابا غادي خصنا نيطواييو شويه الخوت هنا، راه تيبان ليا مكرفس بزاف. سمحوا لي انا غنديرها واحد الشطيبه خفيفه وانا معكم. الذكر ما بغاش يخرج الذكر. يلا سمحوا لينا. الا لاحظت الخطرة ما الحميمات اللهم بارك، راما 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 راما. يلا لاحظتهم. يلا اصحاب النظر الثاقب اللهم بارك وزيد في ذلك. اللي كيشوفوا ماما فين مهزين بزاف. تبارك الله تبارك الله على هزه. اللهم بارك يا ربي تيسر. شوف شوف ماما. الحمد لله الحمد لله بعدا الحمد لله. وتحياتي لكم جميعا اينما كنتم واينما رحلتم واينما استرحلتم. الله يرحم الوالدين جميعا، كاع الناس اللي مسانداني الله يرحم الوالدين. دابا تقريبا الخوتي خمسة دقائق هادي راه معاهم البكرعيه، راه ما نزلاتش الحمد لله، يعني راه بدات كترجع صحتها. كيف قلت لكم تقريبا تقريبا شي خمسة دقائق راه هزوا علاو 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 بزاف ودغيا هبطوا. وانما المهم نتمنوا فيهم الخير في هذا المطلق الجاي ديال 400 كيلومتر. راه معاهم البكرعيه، راه معاهم ومعاهم دوك جوج زغاليل طوابه منقطين. دابا حنا غنوجدوا لهم الماكله ديالهم. ضربنا بالشطيبه، واخا الشطيبه غير خفيفه راه خصنا نورمالمون نسيقو. ضربنا بالشطيبه غير خفيفه، نعطيوهم ياكلوا. بالنسبه للاكل ما نعطيوش ياكلوا بزاف باش يستافدوا، يعني ما نعطيوش باش يشتشوا الماكله. حمامه اللي تهبطات، حمامه انت هو اللي هبطات وانت اللي هبطات. راه يد فيا محروقه. هما غادي يهبطوا دابا، حنا نصفروا عليهم. مابقيناش كنخدموا الصفاره، وغادي نخدموها دابا ان شاء الله. نخدموا الصفاره دابا. دخل ها هي الصفارة، هاهي بنيتي، هاهي الصفارة. Thank you.
خلط 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 خلط. يلا بابا يلا بابا يلا وليدي يلا وليدي يلا حبيبه يلا حبيبه حبيبه معروفه من القنوفه. يلا زيد 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 دخلي حبيبتي دخلي. قاو دو الزغاليل هما اللي بقاو الشنيبرات كلهم هادو شنابير. يلا بابا يلا وليدي يلا غياكلوا عليك. خلط 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 خلط. هذا باقي ما تدريساوش ما كاينش المشكل يبقى باباهم بالجوع ماشي تدريساو خليهم ما نديش عليهم. الحميمات كياكلوا اللهم بارك. وغنوجدوا لهم دابا مويها خصني نغسل. غادي نقطع باش غادي نغسل هذيك راه هي خصني نهبطها لتحت ان شاء الله الشرابه ونغسلها بجافيل ربما يكون فيها شي ميكروب ولا شي حاجه نغسلها بجافيل ان شاء الله ونعطيهم بالغازول. وخليكم معايا غدا ان شاء الله فيديو اخر باذن الله وما شني بغات. طوم اخو شوف شوف الزين شوف الزين شوف الزين والتباته شوف تبارك الله. هذا خصني ندير لي هادو خوت هادو دابا هادو خوت شوف هادو خوت هادو ولاد داك الذكر اللي كان مشى ليا شنبور ورجع ليا كبير. واحد الذكر طوبي منقط فراسو ومشى ليا شنبور ورجع كبير. فاش رجع النهار طلقتو عاوتاني من مور ما رجع مشى ليا ضرب واحد المده وفاش جا فيه كاريط في رجليه ولكن الكاريط ما فيهش النمره ديال التليفون. يعني الشخص اللي كان شاد ليا الذكر بحال الا كيعرفني ولا شي حاجه ما بغاش يبين ليا النمره التليفون. اشنو كاتب ليا؟ كتب ليا ما عرفت انا راه باقي مخليها عندي في جوجل فوتو انا فلان بن فلان ماشي فلان بن فلان رشيد ولد هذا النجار ولا الحداد ولا ما عرفت شنو. ما انتوما خلط 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 هاديك الردة فهمتي ما بينش ليا ما عنديش كيفاش ندير نتصل به هادشي اللي كاين. يلا الخوت خليكم تمشي نغسل داك الشرابه ونعطيهم ميها ديالهم وتنحييكم ثم كنحييكم ثم كنحييكم. كولو كولو راه غدا غادي الاركانه ولا ما عرفت ايمين تان ماشي ايمين تانوت غدا غادي 400 كيلومتر. كولو وليداتي بعد ما غسلنا الشرابه مزيان غادي نقول دابا ديال الكازول 30 ملي جوج ايطرو ديال الماء يعني هادي عامره ندير لهم جيطو ديال الماء ان شاء الله. حيدنا داك الماء السخون اللي كان هنا راه حيدناه تيو الله خليكم معنا. الله يرحم الوالدين جميعا كيف كنقولوا الخوت كاع المتتبعين ديالي كنشكرهم من هذا المنبر. دابا نعطيو الحميمات كيشربوا راهم بانوا ليا كلاو وضروري غادي نزيدهم ياكلوا في العشيه ان شاء الله. ها البكره هي الخوتيه هذه هاي اللهم بارك اللي فرحات ناصر الله يفرحها صافي. هذا كل واحد عنده شرابه الذكور عندهم شرابه ونتاوي عندهم شرابه. مع هذا المرض هذا ما خصنيش نخلي لهم ما واحد يشربوا منه. حنا غادي نطلقوا الذكور نشوفوا كيديروا في الطيران واش غيتحركوا ولا ما غيتحركوش. ندخلكم تعال نشهنا لكم مرحبا بكم عندي الخوت قبلوا عليا مرحبا دخلوكم عندنا الشجنه. صافي دابا خليهم ياكلوا خليهم يحنجروا دابا ويشربوا حتى يرتاحوا.
نطلقوا الدكور، بغيناكم نشوفوا معنا الدكور. 19 صاحبي والله الا 19 حتى انا اش كنقول كاع، و 19 دقيقه دابا جا وقيته ديال الدكور. والله الا كطلع لي القرضه بالله الجليل والله ما نكذب عليكم، لا ماشي كنمشي كنتقلق كيطلع لي الدم انا ملي كتمرض لي شي حمامه، والله الا كيطلع لي الدم والله. خرجوا 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 فرفروا خرجوا خرجوا تانشي زيدوا 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 كي ياكلوا ازيدوا خرجوا طيروا 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 سول حفاتهم يلا خرجوا 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 انتي ما خصكش الطير هادي انتوا تعاودوا سير 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 هادي انتوا ما خصكش الطير. يلا خوت كيف كتلاحظوا هما الدكور طلقناهم نعطيهم عاوتاني الماكله ديالهم اميها ديالهم الماء ديالهم راه حطينا راه هو مخبي نغسلوا لهم الشرابه كيف العاده. يلا خوت تحياتي لكم جميعا خليكم معنا بعد التحيه. انا الخوت هما الدكور كيبانوا كيطيروا مزيان انتوما حيت بو عميره راه هو بو عميره عليها وما كانش بو عميره ما غيطيروش. انا راه ما يفوتو حتى 5 دقائق بانوا لي ما يفوتو حتى 5 دقائق. واحد التحيه كبيره لخويا جهاد ما نساوش ديما في الطليعه وخويا سمير حتى هو والاخ عبد الرحيم تحيه لك خويا عبد الرحيم يا قول لي بنت البدعيه دارتها خويا وبالتوفيق اخي عبد الرحيم الله يسخر لك. وما نساوش خويا عبد الله ابو بكر الناس ديال كارنيت تحيه جميعا تحيه الناس ديال كارنيت كاع الموظفين ديال كارنيت تحيه لهم وبالاخص والاخ الغماز حتى هو ما نساوش خويا عبد الرحيم قلنا وخويا سليمان الطاهري تحيه لك خويا سليمان خويا عز الدين تنشكروك خويا عز الدين وخويا حمزه من الرباط خويا حمزه بالديار الفرنسيه تحيه لك خويا حمزه وخويا المهدي ما نساوش وخونا حميد حتى هو ما نساوش والاخ عصام ما نساوش من الديار الامريكيه خويا عصام خويا عبد الملك الناس ديال خنيفره ياك خنيفره تحيه للناس ديال خنيفره والناس ديال فاس ومكناس وخويا حميد تحيه لك اخي حميد وخويا هشام وانت كذلك والاخوان جميعا كاع اللي كيحبونا في الله كنحبوه وتحيه للمغاربه جميعا من طنجه حتى للقويره يعني جميعا تحيه للاتحاد اتحاد السلاوي حتى هو ما نساوش وتحيه لعصبه الغرب تحيه لجنود الخفاء كاع اللي كيوقف على هذه الولاعه هذه تنحييهم من هذا المنبر وتحيه 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 وما نساوش الديار الاوروبيه والدول العربيه حتى همايا الدول العربيه كاع اللي متبعيني من الدول العربيه ولا الدول الاوروبيه تحيه لهم من هذا المنبر. وهذا الشيء اللي كاين هذا النهار هذا راه عطينا الميكله الحميمه تاع الدكور ها هما كيف كتلاحظوا اش فيهم ما يضربوا ولا لا هما انا نعطيهم الماكله ديالهم اميها ديالهم والى موعد قادم بحول الله الى فيديو قادم بحول الله. الخوت حاولوا الله يرضي عليكم حاولوا ما امكن راه تقريبا كندخل ديك يوتيوب ستوديو سدوا نتوما صدعتونا ابو عزه ويلي راه كيسمعوني كنهضروا هاد البيروشي وراه سبحان الله الخلق يقول سبحان الخالق الخلق يقول سبحان الخالق لان راه الحيوانات هما سبحان الله راه كل واحد ربي عطي عقله راه كنسدود عليهم ما كيهضروش حدي حليت الباب سافوني كنهضر ولا عاج بحال القضيه ديال البيروكي كيغوتو. ما علينا كندخل ديك يوتيوب ستوديو كنلقى عدد كبير 49% لان ديك يوتيوب ستوديو كتعطي كاع المتتبعين ديالك تقريبا 49% اللي عندي ما مابونياش معايا 49% من هذوك اللي بحال مثلا الفيديو حقق 5000 مشاهده مثلا 5000 مشاهده يعني راه تقريبا النص تقريبا 5000 يعني راه 2500 ما ابونياش معايا. حاولوا ما امكن تفاعلوا مع قناه الخوت حاولوا ما امكن تفاعلوا مع القناه باش تشجعونا باش نعطيكم الجديد ان شاء الله باش ما نحبسوش ان شاء الله باذن الله. حاولوا ما امكن تحركوا القناه بانت لي غاده بطيئه بزاف وتحياتي لكم جميعا واني احبكم بالله والله ما كنلقاها حتى الغدا في الصباح الغدا في الصباح راه فيا الهضره بزاف. ودعوا معنا دعوا معنا بالشفاء العاجل يلا والسلام عليكم ورحمه الله وتحياتي لكم وهالحميمات غادي يهبطوا
الحين زربوا علينا الحميمة تغهبطوا. دخل 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 يلا الخوت نخليكم على هاد النبرات الجميله الحميمات كياكلوا انا غنعطيهم دابا بالغازون يشربوا بالغازون ان شاء الله انا الخوت بالنسبه للذكور ما غاديش نهز الذكور الا القليل غادي نهز معك غير شي ثلاثه وهادو اللي بانوا لي نقيين صحاح هما اللي غادي نهز ان شاء الله يلا اللهم يسر الجميع يلا الى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله وتحياتي لكم جميعا الخوت والخوت اللي نسيتو يسمح لي الله يرحم الوالدين اللي نسيتو يسمح لي وكنشكركم على الواتساب وكنشكركم على كاع المكالمات الناس اللي اتصلت بيا البارح وراه ما بغيتش نمشي وعباد الله خليوني نمشي ودابا كنبقى نهضر وعاوتاني غادي ندير لكم فيديو فيه سبعه السوايع يلا الخوت السلام عليكم ورحمه الله وندير هكا نشوف هاكي الصور يلا الخوت السلام عليكم ورحمة الله إني أحبكم في الله.